بجائزة الجمهور في مسابقة الأغنية السنجل، مناصفة بين نزيه باشا وعلي خيري. إن شاء الله غادي يكون عندي أغاني جداد إن شاء الله اللي غادي نديرهم، والحمد لله دابا ولات عندي كيستدعوني الناس بزاف المهرجانات، والحمد لله ان شاء الله غادي يكون الخير من هنا لقدام باش نشرف بلادي كما هزيت الرايه في مصر، غادي نهزها في دول اخرى ان شاء الله. فنان نزيه باشا، احساسك وانت ابن حاضره المحيط وتمثلها باكبر الملتقيات على الصعيد العربي؟ الحمد لله، ما كذبش عليك، شرف كبير لي بانني غادي نمثل مدينتي اسفي اللي تربيت فيها، والحمد لله انا فرحت بزاف بعد ملي هزيت يعني الرايه المغربيه في مصر، وكذلك يعني الناس عرفوني تما بانني ابن مدينه اسفي، وكذلك كنهدي للناس ديال اسفي، كنهدي لهم هذا اللقب هذا، وكنتمنى منهم حتى هما يساعدونا شويه باش نوصلوا. الفنان نزيه باشا، كلمه اخيره للجمهور المعجب بالفن ديالك. اول حاجه كلمه للجمهور، كنشكرهم بزاف، الحمد لله اللي انا دابا ولا عندي متتبعين كثار، الحمد لله، وكنشكرهم بزاف، وكنقول لهم ان شاء الله ديما الجديد وغنحمر لكم وجهكم. وكلمه شكر لكل من يحب الفن ديالك. شكرا، كنشكرهم بزاف، وكنشكر كذلك جريده اصوات على هذا اللقاء هذا، وكنشكر وفي الاخير كنهدي هذا اللقب هذا، كنهدي الملك ديالنا محمد السادس نصره الله.